كل عند البيرو قوة القانون بدأ تم الإعلان على اليوم مكلفين بالتسيير ديال النادي. خصنا باش تعيطي الناس المستخدمين ديال النادي جمعيهم لنا لا سعال باش نوصلوا لهم الميساج. هذوك الناس لا كيتعطاكم شي امر ولا كتعطاكم شي حاجه باش تفهموا هاد الناس هما اللي كيسيروا بقوه القانون. دونك هاد الناس مشاو دعاو ببطلان الجمع العام. هاد الناس دابا اللجنه المؤقته هي اللي عندها الحق باش تسير حتى للمحكمه ديك الساعه اللي صيفطنا لهم وعطيناهم اجل ديال اسبوع باش يخولنا باش يسلموا المهام. الان جات اللجنه المؤقته ان شاء الله باش تسلم المهام ديالها. ما كتلقاو حتى شي واحد ما كانش تلقاو الكاتبه. كاينه الكاتبه هي اللي مكلفه بالامور ديال النادي الاداريه. الامور الاداريه ديال النادي هي اللي سعاد فهمتي. هي السيده اللي عرفناها في الاداره وهي اللي غتكلفها اللجنه المؤقته باش تسير تدعم مليون مليون. هي اللي غتسير غيتعطاها الامر من اللجنه المؤقته وهي اللي غتسير حتى كما كتشهدوا اليوم بعد ما شهدتوا على عقد جمع عام استثنائي اللي انبثقت منه واحد اللجنه مؤقته. ومن بعد ما صيفطنا واحد الرساله للمكتب المسير باش يدير اون باساسيون للجنه المؤقته للتسيير حتى انعقاد الجمع العام. اليوم كما كتلاحظوا جينا جميعا مع اللجنه المؤقته زرنا الاصدقاء وحاولنا نجمعوا جميع مستخدمي النادي ودوزنا لهم ان ميساج افيك لوسيد جوستيس باش يفهموا بان جميع الامور الاداريه والماليه من اليوم ولات تحت اماره اللجنه المؤقته حتى انعقاد الجمع العام وتكوين الكوميتي جديد. وهذا كما لاحظتوا غير باش نوروا الراي العام بالطريقه الحضاريه ونبينوا الناس بان هاد الناس جميعا هما جايين لخدمه الصالح ديال رياضه التنس في الجهه. ونتمنوا ان شاء الله الخير للكلوب ديالنا في القدام ان شاء الله. اليوم جينا لجميع المنخرطين اغلبيه المنخرطين باش نستلموا المهام ديال تسيير النادي لان اليوم كان اخر اجل باش 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 نسلموا جميع الباساسيون ديال 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 التسيير. لكن تفاجئنا بلي ما كاين حتى شي واحد من الاداره. كاينه السيده اللي كانت هي مشرفه على التدبير الاداري بلي ما بقى عندها حتى شي يعني ما بقى عندها حتى شي دور في النادي. وحنا بلغنا جميع المستخدمين وجميع الناس هنا بلي ابتداء من اليوم فان تسيير النادي فهو غيكون من طرف اللجنه المؤقته يعني هاد الاسبوعين اللي بقات على باش 22 تاريخ انعقاد الجمع العام اللي غادي يتم فيه الانتخاب المكتب الجديد اللي غادي يسير النادي ان شاء الله.